مرحبا فيكم مجددا، معكم سامي كرجي. واليوم ما هعمل شيء. اليوم في عنا كم جروب على الفيسبوك بيعملوا تعديل للصور، وانا قلت لحالي انه بركي بشوف العالم كيف مثلا بتشوف صورتي، كيف بدها تعدلها، شو بدها تعمل فيها. ما بعرف، انا تصور هلا من شوي صوره، هيدي الصوره قدامكم هلا، شخصيه ولا منا شخصيه؟ المهم خلينا نشوف على الفيسبوك شو الموضوع. خلينا اول شيء نشوف كم صفحه. لا انا 3 صفحات صراحه، فوتوشوب وتعديل الصور، في كذا حدا يعني بالخصوصيه، مش راح اطلع كل العالم، بس انه بيعملوا اشياء هيك. الجروب الثاني الفريق العراقي لتعديل الصور الاصلي، تمام. انا عرفت فيهم بس كمان بشكل سريع، ما راح اعمل كرمال اذا في خصوصيه. وملوك الفوتوشوب 144 ألف ممبر. ففي كمان كذا حدا هيك بنزل صور بيطلب منهم يعدلوا الصور. فأنا اليوم وتحديدا هلا حط الصورة هون واطلب من الجميع انه يعملوا لي صورة ونشوف شو بده يطلع. اكيد مش حيكون هلا النتيجة، راح انطر لبكرة لبعد بكرة وارجع سجل لحتى اشوف شو بيعملوا لي. ان شاء الله يعملوا لي شيء حلو، وبركي هيك بستعملها ببروفايل بيكتشر لحدا، وبكون اول مرة حدا يسوي لي صورة. تمام، خلينا ننشر ونشوف شو ما نكتب. صراحة ما بعرف، بداية راح بلش بفوتوشوب وتعديل الصور. الصورة حط صورتي هون، بس شو بدي اكتب؟ هل من مرحبا اصدقائي، اريد تعديل هذه الصورة لغرض عرضها على صورة شخصية لحساب تعديل زائد فلتر اذا ممكن، شكرا جزيلا. اوكي، مرحبا يا اصدقائي، اريد تعديل لهذه الصورة لغرض عرضها على الصورة الشخصية لحسابي، تعديل زائد فلتر اذا ممكن، شكرا جزيلا. كتير محترم سامي بريدي، كتير. اول شيء خلينا نعمل لكابي كرمال الجروب بيت التانية، حامل بوست. الصورة التانية كمان بيست بوست، والجروب التالت كمان حط الصورة بيست بوست. ثلاث جروبات. هلا حانطر الادمن يعمل قبول للبوست ونشوف الشباب اللي حيشوفوا الصورة يعملوا تعديل وشو حيطلع معهم. انا ما حاطلع على اي وحدة منهم لو حتى اشوف النوتيفيكيشن، ما حفوت. راح انطر لبكرة او بعد بكرة، نعطيهم هيك وقت، يومين ننطر لبعد بكرة وحشوف شو حصير معهم. هلا حسكر، اوكي باك تو تراك. وهلا بعد يومين رجعت وما شفت ولا صوره ولا بوست ولا شو عملوا الشباب، وبدي اشوفهم قدامكم هلا انا عم صور. ومثل ما حطيتهم هن 3 جروبات، انا مسجلهم حتى ما انساهم. ملوك الفوتوشوب، فريق العراقي لتعديل الصور، فوتوشوب وتعديل الصور، هول الجروبات على الفيسبوك. كنت عم شوف انه هيك عم بحطوا شباب صور وعم بيقولوا تعديل هالحركات هيدي. هلا انا طلب الصوره مثل ما قلت لكم اول مره، وهلا حشوف صورتي انا شو صار فيها. و لهون بداية بملوك الفوتوشوب، خليني بس استحضر الصورة اللي حطيتها أنا. هيدي هي الصورة، في عليها ما عليها شيء. ما عبروني شباب بملوك الفوتوشوب، مش مشكلة منروح على الجروب التاني منشوف ال ما قبل البوست تبعي، الرجل الوسيم تم ابطاله. مش مشكلة، بدال عنا ثالث جروب، واذا بكون الثالث رايح انتحر. حانتقل على الجروب الاخير والثالث اللي هو فوتوشوب وتعديل الصور. 29 كومنت و11 لايك. لايك مين عامل لايك؟ شكرا لللايكس. هلا بنشوف الكومنت، ان شاء الله يكون في شيء حلو. كومنت عم فوت، خلينا نفوت على الصورة والكومنتس. اوكي، لايك لايك اب اب اب. اول واحد علي موهي، تمام. فلتر شغلة على التليفون، ها دايما التليفون ما بيعمل شيء صح. اوقات تلاحظوا مثلا مثل هون لون الجلد تغير، شكرا لك. ومننتقل على الصورة تانية، حملك لايك تستاهل. الصورة اللي بعدها في هون عمل اذا بتعمل حواف الصورة كده، علي موهي فيك تقول له. اما الصورة التانية كمان نفس الشيء، علي موهي نفس الشيء. اوكي، هذا الفلتر ازبط من قبل لان الوان ما انتزعت. اوكي، كمان لايك لك. نرجع للصورة، وين رحنا؟ تفضل تعال هون، ما بعرف شو خاص زيزا والجمعة الفاكي، ليه ما بتنشرها هون؟ طيب بتشبه ماهر كوميوزم،
ماهر كوم يزن جوجل. اه هذا هو ماهر كوم يزن. ما عندي شعر. طيب عندي شعر. هو ولا مش هو هذا ماهر كوم؟ ماهر كوم ما بعرف شو زغز على الوجه ولا في عندي شعر. هذا سوري ماهر كوم بس انه يعني الصورة اوكي بعدكم ما بعرف اذا عم تشتغل على التليفون بس انه اكيد هذا شغل تليفون فلتر تليفون شاربنس كتير لايك شكرا على المشاركة. الصورة اللي بعدها وات بينك بانتر بينك بانتر ايك بن جازيا. سوري ما عم بقصد الاهانة بس انه بس انه لا حولتيني بينك بانتر طيب لايك اوكي الصورة اللي بعدها فيسبوك تويتر انستغرام يوتيوب واتساب و سناب شات و بس واتساب بعطي رقم مش اسم اوكي بس شكرا لك ميدو ابراهيم ميدو ابراهيم ثانك يو لايك الصورة اللي بعدها واو مافيا بوست كاب مان اوكي في عندك شوي هون تنظيف هلا على ما اظن مش مستعمل ريفاين هير بعتقد او مثلا ما بعرف او شو مستعمل فوتوشوب ولا برنامج على التليفون بس ثانك يو فيري ماتش وكمان عطي شادو شغل فوتوشوب هذا عم تشتغل فوتوشوب بس في شغله كمان هون بده تنظيف اكثر شوي على الفوتوشوب اوقات اكيد بيمروا اهل اوقات علينا بس زبط وانا هقول لك كيف بنزل حلقات بنقدر نعمل تنظيف وشكرا ولايك عبد الرحمن محمد حتى عم بذكر الاسماء الصوره اللي بعدها تحضير ارواح مان علي المظفر او مظفر ما بعرف بالضبط شو بس اول شيء لايك تاني شيء بدي بما انه انت عم تشارك صور انت عندك عندك طموح عندك قابلية تتطور بغض النظر اذا الديزاين اللي عملته حلو او مش حلو في كتير عندك انتقادات في عندك كتير عندك مثلا تعليقات ايجابية الايجابية خليها تحفزية لك الانتقادات او الشيء التعليقات السلبية خد منها الايجابية خد منها انا شو لي او ليه انتقدوني كرمال صلح كلنا مرقنا بهالشيء وانا مرقت بهالشيء واكيد كلنا مرقنا انا ما عم بقول لك انه انا بروفيشنال او انا محترف اي حدا محترف ما خلق محترف طلع وتعب حاله درجات انا بقول لك ديزاين مش انه مش حلو بس في برسبكتيف منو راكب مزبوط وخاصة الفكرة ما فهمت شو الفكرة بس انه يعطيك الف عافية وشكرا لك وعلي المظفر بس انا كمان اذا بتتابع انا ما عم بعمل دعاية لحالي بس انه انا عملت هالصورة بس اكتس لحتى اشوف الشباب شو عندهم نظريات يعملوا بهك صورة فيك تفوت عندي على الفيسبوك او عندي على اليوتيوب عشان بتشوف شو بعمل بعض دروس بهالموضوع فممكن تستفيد بشي يعني يعطيك الف عافية انا هلا حفوت على الفوتوشوب رح افتح الفوتوشوب عندي لحتى اعمل شكل سريع الصورة اللي اعطيتكم اياها شو في انا اعمل فيها او بطريقة ما انه انا قداب فينا نضيفها باسرع او اهون افضل طريقة مثلا اوكي انا هلا فتحت الصورة هون على الفوتوشوب بس لقلكم كيف تم عملية عزل الصورة عن الخلفية بالفوتوشوب طريقة كتير سهلة Quick Selection Tool من هون أو نكبس W على الكيبورد فينا نخدم من هون أي شيء فينا نعمل Select Subject أو Select Mask ونخدم جوا خلينا نكبس Select Mask لأنه نعمل Select Subject نرجع نعمل Refine Hair مع بعض بدا شوية ثواني خلصت نعمل Refine Hair بخلصت الصورة يعني عزلة تقريبا هلا هون في شيء مثل الشاب اللي طلعت عنده قلت له في هون عندك شيء بده تظبيط فينا نتأكد منه هون على Black and White فمنلاحظ أنه مثل ما طلعت عندك فينا نشتغلها هيك ندلنا هيك بس خلينا ننظفها صح مثلا هون بالريفاين هير كمان هون فينا ناخدها شوي هيك نشوف اذا بزبطها الفوتوشوب مفروض يزبطها بس ما زبطها نروح على العادة ناخدهم بالالت فزبطت تقريبا بس بدها شوي بعد كمان ريفاين هير بس هلا نصغر شوي وناخدها بالريفاين هير تقريبا هيك افضل من قبل نرجع للاوفرلاي نعطي شوية كونتراست او خليكم على البلاك اند كلر لحتى تشوفوا شو الفرق شو بيزيد مثلا كونتراست هو للالفا مثلا الشير مادي بغمق شوي يعني اذا بكتر بتشوفوا انه الفرق راحت بس انا بدي انتبه كمان للميل التانية ما يصير في تخريب اقل نتيجة انا راضي فيها خلينا عليها بدي اطلع هون وهون فاوكي فينا اعمل سموث شوي فذر شوي خفيف وبعدات بكفي سموث لانه كرمال هول اذا مثلا اتركتها هيك ما بعرف اذا على اليوتيوب هون مبيني عنكم خليني اعمل زوم فاذا بعمل سموث
بس ما حقدر كتير اخليها شوي هيك حاج بس اوكي تمام. يعني تقريبا هلا فينا اتاكد من solid color مثلا بلون اسود background بحس افضل يعني. بدأ شوي هون تظبيط فينا بطريقة كتير سهلة تريك نستعمل select للماسك منروح على brush tool نكبر شوي مع الهاردنس زيرو وبس هيك ضرب صغيري هون ما حتتأثر كتير بس انه نحنا خلينا نكون عم نعطي شيء نضيف بس هدي تعديل صغير. هلا هول الاشياء بتتنظف كمان اذا بنعطيها وقت بس ان جنرال بهالشكل خلينا نعطي باك جراوند اي صوره باك جراوند ما بعرف شو بيطلع بوجهي صوره هون اوكي. هلا اخذت صوره من الجوجل راح حطها باك جراوند بغض النظر شو هي صوره المهم تكون باك جراوند اوكي. هلا حتلاقوا الصوره مثلا فيها ماتشنج شوي بس بغرض الصوره مثلا نعمل ماتشنج كلر في شيء سريع بالفوتوشوب هذا التيبس هلأ عم نعطيه هيك بعمل سيلكت لللاير اللي بدي اعملها ماتشنج ايمج في شيء اسمه ادجستمنت ماتش كلر تمام. هلا علي احدد السورس السورس يلي هو اللي انا عم بشتغل على الصوره كبروجكت واللاير يلي هي الباك جراوند ف هلا بتلاقوا انه عطيني ماتشنج لا هلا اذا بتلاقوها كتير اوفر فينا ناخد الفيد شوي و ونخفف الفيد تبعه الفيد يلي هو الانتنسي تبع الافكت بحس هيك انه اوكي فينا نعمل كالر انتنسيتي مثلا نخفف نكبر ونكتر يعني شوية ادجستمنت اللي بتشوفوها قدها هي مثلا بس ما هعمل كتير هلا اشياء مثلا بدي كالر انتنسيتي لومينس اوكي فهكسر عنا كالر ماتش اذا بعمل باك اوندو قبل يعني بعد قبل بعد بتشوف انه صار في عنا يعني ماتشنج بالكرمة من لا بالنسبة لورا الخلفية الخلفية مثلا بدها شوية فينا نعملها جاجن بلور كرمال الصورة انه مثلا تكون شوية هيك مغبش من ورا ما كتير بس خليها تكون لها شكل ممكن فيها كذا طريقة بس ما انتبهوا هون كمان فينا نعدل بالموضوع بقصة اللاير ماسك هلا انتبهنا انه هون في فراغ فماسك لاير يلي هي مهمة فينا نرجع من هون تمام يعني هي المنة صعبة وهيك سهل يعني حتى تنظيف البشرة في حلقة انا عملها راح احط لكم اياها هون بتيكم تضغطوا هون اوكي فبتشكركم جميعا وان شاء الله يعطيكم الف عافية كل من نشتغل الصور وكان جزيلا وان شاء الله كلنا نتقدم سوا ونتعلم من بعض وما حطول عليكم وبشوفكم بحلقة جديدة باي.